كومبلي. اخ يا بيه، اخ دخيلكم يا ميمتي يا ميمتي. عمو بدك مساعدة؟ لا عمو كتر خيرك. شو ضايع على وشك؟ لا عمو بس عم اتمشى شوي بناء على تعليمات الدكتور مشان الجرح يلحم طبيعي. عملية شو عامل؟ والله ما بعرف يا عمو. يا الزايدة يا عملية استئصال الرحي. ما بتعرف حالك عملية شو عامل؟ ما بدي أعرف لأنهم بنجوني قبل ما يعملوا لي العملية. طيب استند علي لوصلك لهوش تبعك. لا عمو خليني عم اتمشى أحسن مشان الجرح، هيك قال الدكتور. طيب مثل ما بدك. اخ اخ ايخ. واطي المخدة. يا اين امي؟ يا سيد يا سيد، صار وقت الحبة. سلم اليدين. خد مي. فيها الشفاء. يا سيد يا سيد، صار وقت الإبرة. شو انت جاب هذا المريض لهون؟ ما بعرف بزر، هلا دخلوا. لسه ما خرجوني لدخلوا غيري. يا ممرضة. شو معك يا مواطن؟ هذا تختي. تعا تعا نام بيسع. تعا حبيبي تعا. شو نام؟ بلكي مرضك بيعدي. يا ممرضة. اخي طول بالك، روّي. تعا خذ تختك. شو انت جابوك لهون؟ من شوي جابوني اسعاف. خير، ليش شو صاير معك؟ تلبك معدي من كتر الغذاء. يا شغلتك بسيطة، غسيل معدة وتتيسر على بيتكم. ايه قال الغسالة منزوعة، شو بدك تعمل؟ ما راح خليك تتهنى بالنومة. وحضرتك وينك الانصاص الليالي؟ في مريض بيسهر برا تخته. عم شق على مرتي قسم النسوان، كنا بالباص اللي هور. والولاد ان شاء الله ما صار لهم شيء؟ انا ولاد كنا رايحين على شهر العسل لما ذقنا المصيبه. بسيطه يجعل اكبر المصايب. لا بقى تترك سريرك بخرجك قبل ما تطيبها. صبح على خير. وانت من اهله. اخي يا خيي، اخ يا خيي يا خيي.
الله بيساعدك. عمو صارت الساعة 11، ما بيجوز مريض يبقى برات سريره بعد هالوقت. روحي لنشوف وين بدنا نروح. أنا أوشك؟ والله تهت يا عمو، بس بعرف إنه غرفتي بالخصوصي، والخصوصي كله مو باين معي. عمو الخصوصي بالطابق الثاني. ليش نحن بأنو طابق؟ نحن بالطابق الأول. عم قول لحالي ليش طبق صدري؟ آخ خدينا على الخصوصي ليشوف يا عمو. تفضل عمو. آخ دخيل الله على دخيله. آخ يا أخي على مهلك، على مهلك علي. آخ آخ أوام وصلنا. آخ عبطيني منيح، مريض أنا مريض. مزبوط مزبوط، هذا هو الخصوصي شحه مكتوب. اخ انا غرفتك؟ غرفتي 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 هديك شحه اللي بالقرني. كتر خيرك عمو. معلش عمو بوصلك الى. لا لازم امشي شوي مشان الجرح. معافى ان شاء الله. اذا لزمك شيء دق الجرس تجي لعندك الممرضه تبع الخصوصي. الله يرضى عليها، رضا قلبي وربي. عم تجي بدون ما دق الا. يا الله تصبحي على خير حبيبتي. وانت من اهله. اخ يا أخي لخص وصيغ الشكل. ابني عاد وتهنى بفطورك، لسه بكير. البركة في البكور يا عمو. يلا خاطركم. لك أخي وين رايح؟ مو قلت لي بدك بيضة مسلوقة؟ عم بستقلك أختي، تأخرت عن الشغل. تاكلها برست؟ جمعت والحمد لله، بس استوي لفيلي إياها بسندويشة مشان الغدا. واليوم مالك جاي على الغدا؟ لا يا مو، حتغدى بالمكتب. تقبرني شلون بدك تتغذى طيب؟ لك الشغل بيغذي يا فطينة، الشغل بيغذي. الظهر ببعت واحد يجيب لي السندويشة. ماشي يلا أودع معكم. مع السلامة. تقبرني شلون انقلب هالصبي؟ قلت لك إلا ما يركض. صحتين. الباب صباح الخير. صباح الخيرات. شو قديش صار الساعة؟ الساعة 7. امتى دخلك الدكتور بيعمل جولة على المرضى؟ حوالي الساعة 8. يعني بقي له شي ساعة ليش؟ هيك شي مصيبة. إذا موجود بعت لك ممرضة تعطيك مسكن بينما يجي الدكتور. لا لا، أما أقول مصيبة على شي تاني. صحتين. على قلبك. تفضل. قلت له ما في لزوم، استنى ليجي الدكتور، ما في داعي تعذب النورس.
عفوا من امتى حضرتك هون؟ امبارح بالليل جابوني اسعاف. بستغرب كيف اعطوك هاي الغرفة؟ لأنها محجوزة لمريض بغرفة العمليات، هلا بدهم يطلعوه. مو مشكلة، بطلع أنا خليه يجي ياخذها، أكيد هو مضرور أكثر مني. لا لا لا، خليك لنشوف الإدارة. اسمي الكريم؟ دريد لحام، تاجر موسيقى وألحان. دخيلك يا أخي. نعم. سيرو ما عدنا قطع شو فيها. تفضلي. سلامتك أخي. الله يسلمك دكتور. شو من إمتى ما عدنا قط؟ هلا وقفت النقطة، والدكتور قال لي إذا انقطعت النقطة خبري حدا من الممرضات. ان شاء الله مع قلبك شر. ما اشوف شر دكتور ان شاء الله. هلا شوف لي النقطة تبع السيروم ليصير له شيء. وين السيروم؟ شحو. ايوه الله يصلحكم، مين حاطه هون؟ هذا هون بينحط يا اختي. الممرضة حطته هون. لأنه مشان تقدر الحنفية تجذب النقطة لازم يكون السيروم على مستوى الجمجمة تمام مشان يتغذى عزم القحف. رجعت النقطة. شوفي. يسلموا ايديك يا اخي. تكرم عينك، ايمتى ما وقفت النقطة نادولي. سلامتك حبيبي. الله يسلمك يا دكتور، يسلموا ايديك. دخيل عينك. الوجع ما عم يخف. معلش اخذ حبة ثانية. ايوه. الدكتور شو قال لك؟ قال لي كل ست ساعات حبة. وامتى اخذت اخر حبة؟ من ساعتين. وما راح الوجع؟ خف شوي ورجع قوي. المشكلة انه هذا الدواء مو قوي، كان لازم يوصف لك زيمرمين. جيبوا لي زيمرمين. هلا بقول للدكتور بركي بغير لك اياه. بس المشكلة انه الزيمرمين مفقود، عم نجيبه تهريب من لبنان. اكتب لي راشيتا، ابني شوفير على الخط. طيب تكرم عينك. هلا بكتب لك راشيتا بعطيها للممرضة مشان تعطيها لابنك يجيب لك زيمرمين من لبنان. شكرا. وبلكي بطريقه بيجيب لنا ربطة خبز. على راسي. شكرا. شكرا. تعال اعمل معروف، ساعدني بهالابرة. بس نورس المشكل انه انا طالبيني بالعظمية. دقيقة واحدة، لأنه هذا المريض كثير صعب. يلا عمو. رجعنا للابرة. شو ما بدك تطيب؟ الشفاء على الله. ما اختلفنا، بس إذا ما بدك تتبع تعليمات الدكتور، ليش جاي لهون؟ أولادي جابوني، أنا ما بدي هالشيء. كشف له ومسك لي إيديه. وين بدنا نعطيه الإبرة؟ بالعضل. أني عضلة هي ولا هي؟ ورا، شو أنت جديد هون؟ إيه من يومين تعينت يعني. عم قول لحالي، مالي شايفتك قبل هلا. شني جديد؟ خش، مشفى كبير، مين بدك تعرف لتعرف؟ تكلي على الله. في هالعافية، فرك له شوي يعمل معروف.
مالك شو عم تفرك لتين؟ مشان يمشي الدواء عمو. فيها العافيه ان شاء الله. كيف النقطة؟ يسلموا ايديك. تحوي له اياها مشان يطيب اوام. سينا الخبز